هاي رينبو، مرحبا حبايبي الحلوين. اليوم راح نرسم مهرة صغيرة باني، اتمنى تعجبكم. خلونا نبدأ. الخطوة الاولى نبدأ بالعين. تشوفون الشعر تقدرون تسوون بطريقة عشوائية، أي شيء يعجبكم، مو شرط تلتزمون نفس رسمتي. أي طريقة تشوفوها حلوة ارسموا بها الشعر.
انتو حبيتوا غير لون، حبيت الاختيار انتو.
راح أحدث هسه الرسمة بقلم سوفت. إذا متواجد عندكم ماكو مشكلة، وإذا ماكو تقدرون تحددوه بقلم الماجيك. حاولوا من تستخدموا القلم السوفت أو تحددون به تركوه يجف، وبعدها كمل التحديد حتى لا تخرب الرسمة. وبنهاية الفيديو أتمنى عجبتكم الرسمة، وأي استفسار تركوا لي بخانة التعليقات. نلتقي بالفيديو الجاي.